بونسوار. ما في احلى من انه تجربوا حظكم مع يوميه، وما في احلى بالربح مع يوميه ان كان جوائز صغيره او جوائز كبيره. سحب جديد بيجمعني فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا لرقم 1245 لنهار الاثنين 18 تموز 2022. قبل ما نبلش بدي رحب بمندوب وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه على اعمال وصحبات يوميه الموجود معنا الليله مسيو محمد الحاج حادي. اهلا وسهلا فيك. بخير. رح ننتقل انا وياكم مشاهدينا الى المكنه لنبدا باول لعبه معنا لليوم يوميه ثلاثه. مع يوميه ثلاثه عندنا ثلاث طابات رابحه وثواني قليله وبنبدا بالسحب. بالتوفيق لكل الاشخاص يلي متاكسين هيدي اللعبه على امل يكون عندنا رابحين كتار. واول طابه صفر. الطابة الثانية ستة. والطابة الثالثة والأخيرة بيومية ثلاثة تحمل رقم واحد. صفر ستة واحد. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور المبلغ المدفوع بتضربوه ب 400 مرة، إنما إذا كنتوا لاعبينها حيالله المبلغ المدفوع بتضربوه ب 70 مرة. رح ننتقل أنا وياكم مشاهدينا إلى اللعبة الثانية يومية أربعة. مع يومية أربعة منزيد طابة واحدة على السريع وبصير عنا أربع طابات رابحة. ومنبدأ بأول طابة بيومية أربعة تحمل رقم صفر كمان. بلشين بالصفورة. واحد. الطابة الثالثة أربعة. والطابة الرابعة والأخيرة بيومية أربعة تحمل رقم ثمانية. صفر واحد أربعة ثمانية. هول هن الطابات. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور المبلغ المدفوع بتضربوه ب 4000 مرة، إنما إذا كنتوا لاعبينها حيالله المبلغ المدفوع بتضربوه ب 150 مرة. رح ننتقل أنا وياكم مشاهدينا إلى اللعبة الأخيرة يومية خمسة. وإلى المكنة. مع يومية خمسة عنا خمس طابات رابحة. ألف بالتوفيق لكل الأشخاص يلي متاكسين هول الأرقام. يا رب يكون عنا رابحين. أول طابة ثلاثة. طابة ثانية خمسة. ثلاثة خمسة تسعة. طابة الرابعة خمسة عن جديد. والطابة الخامسة والأخيرة تحمل رقم تسعة. ثلاثة خمسة تسعة خمسة تسعة. حلوين هالأرقام. إذا كنتوا لاعبينهم بالدور المبلغ المدفوع بتضربوه ب 40000 مرة، إنما إذا كنتوا لاعبينها حيالله المبلغ المدفوع بتضربوه ب 350 مرة. خلصنا من صحبتنا الثلاثة، رح ننتقل أنا وياكم إلى محمد لحتى يأكد معنا بنتائج بتابلو. تفضل لك. سحبات يومية ليوم الاثنين 18 تموز 2022. سحب رقم 1245. الأرقام الرابحة يومية ثلاثة 0 6 1. يومية أربعة 0 1 4 8. ويومية خمسة 3 5 9 5 9. ألف مبروك لكل الرابحين مشاهدينا. أنا برجع بشوفكم نهار الخميس. أنا بودعكم. باي باي.